مرحبا مرة أخرى بالزوار ديالنا الأحباء. معكم الجزء السادس الآن في تحليل الفيلم ديال جيمس كاميرون تيتانيك. والناس اللي عاد التحقوا معنا في الجزء السادس كندعوهم أرجو منهم يرجعوا يقراوا من الجزء الأول، ربما كاين غادي يلقاو استفادة من أكثر. وكتلاحظوا انه يعني كان درنا المنهجيه التصميم ديال سيد فيلد البارادايم، ومره مره كنرجعوا للمفهوم ديال السيناريو كنفهموا، وكنرجعوا الكتب ديال اللي تكتبات على السيناريو، المعلمين ديال السيناريو، اساتذه العالم ديال السيناريو، وحاجه طبيعيه كنرجعوا التصميم ديالنا الهيكلي ديال تايتانيك. قبل ما نرجعوا دابا حنا في الجزء السادس، ضروري غادي نديروا واحد تذكير ولو بسيط معكم بعدا على العلاوي كاتب ومخرج سينمائي. اذا كنا الى بقيتوا عقلتوا شنو هو السيناريو. السيناريو قلنا هو صنعه وموهبه تخص بواحد الحكايه، يعني تخص واحد القصه، وتحكى هذه القصه عن طريق الحوار، وتدخل ضمن السياق الدرامي. قلنا بأن الفيلم ديال تايتانيك ديال جيمس كاميرون، قبل ما نرجع ديال الكتاب هذا البارادايم تصميم ديال رحلة الكاتب ديال كريستوفر فوغلر، نبدا غادي ندير واحد الاشاره مهمه تجيكم واحد المفاجاه، وهو انه مثلا في هذا البارادايم في الحل، يعني هنا في الدقيقه تقريبا الاخيره وعشر دقائق الاخيرين، الا قلت لكم فاجئتكم في المعظم جل السيناريست في العالم لي بروفيسيونيل كيبداو كتابه السيناريو من هنا، من الحل بالضبط هذا، يعني كيبداو كيفكروا في الحل، كيفكروا في الحل وتي يرجعوا حتى البدايه، يعني حتى البدايه دقيقه واحد من هنا. اذا من هنا هذه هي الطريقه ديالهم، الطريقه السهله، ثم كيرجعوا كما كنقولوا كيرجعوا من اللور حتى الدقيقه الاولى من هنا، وعاد كيبداو يكتبوا السيناريو، لانه حاجه طبيعيه من تلقى الحل هو اللي كيفتح ليه النافذه ديال الخيال المخيله باش كيعمق في الاحداث والمفاجات والمشاهد والحبكه والاشخاص والشخصيه يعني الدقيقه والعميقه والشخصيه يعني المركبه، كل شيء هذا كما قلنا هنا بالضبط كيمشيو لسيناريست، وكيبداو لسيناريست يعني العالميين كيبداو تقريبا من هنا، كيحطوا فكره، كيقول مثلا الى درت بانه الشرير كيبقى في الحياه والبطل كيموت هنا شنو يوقع، او فيرسا، او لا الى درت بانه السياره الحمراء اللي سرقات الاول كتكون نتاع ديال الشرير او لادفيرس ديال البطل، او يعني هذه امثله، او لا الشخصيه الرئيسيه اللي انا ديالي كتكون شخصيه طيبه جميله تحب الناس، لكن شخصيه معقده في المفاجاه وفي الالغام وفي الالغاز ديالها، الشخصية أن تقتل الناس لأنك تعيش واحد الحالة نفسية شديدة، يعني الداخل ديالها لي طابسيكولوجيك ديالها كتكون متوترة. إذا كيفاش أنا هنا الكاتب فاد البلاصة هذه، وتيقول لنا بأن الشخصية اللي كنت معاها في طوال الفيلم راه مريضة نفسانيا، لذلك راه هي مريضة. وجاني دابا بالضبط جاني واحد الفيلم جميل جدا، فيلم حاجة طبيعية، فيلم أمريكي
اللي ديال اعتقد مثلت فيه جودي فوستر قرب الحمل شي حاجه قربان الحمل ولا ما عرفتش شي فيلم جميل جدا فيلم تريلر لو جونغ تريلر يعني الشخصيه ديالها شخصيه محبوبه لكن ليتاب سيكولوجيك ديالها عندها واحد الجرح العميق ولا لاحظتو كانيبال او هانيبال اللي لعب الدور ديالو انتوني هوبكينز حاول يلعب لي على النفسانيه ديالو جات لعندو هي من الاف بي اي حاولت ودكتور في علم النفس حاولت انه تستفزو باش تعرف شكون هو هذا القاتل المجرم اللي دار واحد الضجه في امريكا لانه هو تعرفوا لانه هو كطبيب مر عنده وعرف شكون هو الشخصية لكن كيوقع بما يسمى بالدبل يعني هي جات بس تفز شخصية الطبيب انتوني هوبكينز المفاجأة هو انك لقى انتوني هوبكينز شخصية ديالو قوية لعب واحد الدور جميل جدا كيصدق هو كيستفزها وكيعرف نقاط الضعف ديالها بحيث بان الاب عندها شي مشكل عميق مع الاب ديالها او كان ربما كان كيحتس بها او لا وشوفوا بانه السيناريو راه بحال اللي كنصابوا واحد الزربيه متناسقه الالوان كل شيء كاع الخيوط متناسقه ما يمكنش انه تدير شي حاجه اللي خارجه عن النطاق حاجه متنسقه مع لون متنسق مع لون على اساس انه كيعطيونا واحد الطابلو جميل جدا هذا هو بالضبط هذا الشيء بالضبط اللي تيوقع في لي سيناريو اذا كما قلنا رجعنا للبارادايم قلنا بان الكتاب كتاب المهمين كتاب اللي كيحاولوا يدخلوا غمار المنافسه كي يكتبوا السيناريو ديالهم انطلاقا من الاخير عاد كيرجعوا للاول باش كيتفتح لهم المخيله باش كيعرفوا كيفاش كيمشيو باش كي السلاسه ديال المخيله ديال الكتابه كتمشي بواحد السهوله دونك اهم شخصيات اللي عندنا ديال جيمس كاميرون شخصيات جميله جدا نعتقد ديالو هما اربعه هما كال الشخصيه الشريره اللي اصبحت عندها اهداف الهدف ديال كال هو انه يفوز على روز اي طريقه لانه يعتبر نفسه تنتمي الى الطبقه البرجوازيه الراقيه الارستقراطيه عنده الفلوس عنده واحد الاسيستون ديالو سبايسر عنده المال عنده السلاح عنده النفوذ وكيعتقد بالسلاح وبقوه النفوذ وبالفذا راه غادي يسيطر على روز لكن بالعكس اذا ولا عنده هدف الاساسي هو السيطره على روح الاسبري ديال روز بهالطريقه الشرسه وجاك بالفيلم كامل حتى هو اصبحت عنده هدف هو انه امتلاء يعني يبقى يحب يعطي القرب ديالو الى روز واكتشف بها الجمال حتى هي واكتشف بانه عندهم شي حاجه ان كومون وبانه رجل صادق وهذاك الشيء اذا الهدف ديالو هو انه يجلبها إليه هذا هو الهدف ديال روز الهدف ديال روز وهو أنه هي الشخصية اللي كتهمني بزاف لأن هنا بالضبط هنا كيوقع واحد الحدث مستفز هي كتكون من هنا أنا نصوب لكم بالفلاش حسن باش تكون القضية مفهومة قلنا من هنا لهنا من البداية لهنا كانت شخصية ديال روز كانت شخصية يعني متناغمة عادية جدا كتنتمي إلى الطبقة هذا ولكن كان شي حاجة ناقصة ماشي هي هذه كان العالم ديالها العادي وهذاك الشيء هو لاحظتوا العالم العادي لكن هنا بالضبط يوقع لها شي حاجه شنو اللي كيوقع لها كتمشي كتنتحر لان الاخر قلنا كارل كيبغي يستحوذ عليها بطرق غير قانونيه وكيبغي يمتلكها يعني تترفض داك العالم ديال
الرفض ديال داك العالم وكتحاول انتحر. لكن هنا بالضبط كتحاول انتحر وكينقذها جاك. فعلاش كتهمني هاد روث؟ لان انطلاقا من هنا من هاد لافلاش اللي كتشوفوه كتغير الحياه ديالها، كتولي عندها عالم جديد، عالم مع 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 جاك. فكيدخلوا لنا كيتطور الفيلم الى 60 دقيقه الى الصنف الثاني. عندنا الاستهلال اي البدايه وسط ونهايه، كيدخل الفيلم الى الوسط وكيتنمى وكيتطور والحبكه كتزاد. فكيديها الى العالم ديالو حيت كاين الاسبري الروح النشاط، العالم ديال التواضع، العالم ديال الحب والاخلاص الى 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 الى, إلى النهايه. فكيوقع صراع هنا بالضبط، هنا كيوقع صراع ومواجهه. شنو اللي كيوقع؟ هو انه كارل كيحاول ما امكن، وكذلك ام روز اللي هي روث، كيكون الهدف ديالها هي امتلاك، الهدف الاساسي ديالها هو امتلاك روز وتهديه او تبيعه الى الكار بطريقه يعني لا اخلاقيه، لان هي بغات غير فلوس من 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 هذا الكار. دونك هذا الشيء اللي بغينا نتكلموا فيه اليوم. دونك اهم فقره اليوم هو انه الشخصيات الرئيسيه اللي عندنا هي كار، جاك، روز، روث. اهم هذو الشخصيات كيولي عندهم هدف. وإلا لاحظتوا أي فيلم سينمائي اليوم، شوفوا شي فيلم سينمائي غتلقاو الشخصية الرئيسية البطل أو بما يسمى البروتاغونيست تيكون عنده عنده هدف. هدف أنه يغير حياته، هدف أنه إذا كان مثلا ديتكتيف بريفي أنه يشد واحد اللص أو يعرف واحد الحقيقة، عنده واحد الهدف. لكن باش كيوصل لهذاك الهدف تيلقى مواجهات كثيرة جدا وصعوبات ومحن وحواجز كثيرة جدا. وأهم فيلم اللي فيه ويقال بأنه أهم من بعد فيلم كازابلانكا، أنا أفضل فيلم كازابلانكا على هذا الفيلم اللي غادي نقول لكم، وهو فيلم ديال تشاينا تاون يا رومانسكي. أنا أعتقد بأنه الكاتب السيناريو هو أنتوني روثو شيء كيكوشوز بحال هكا. هاد تشاينا تاون فيه الممثل الشهير جاك نيكلسون و انا فايد اواي ولا كيكوشوز مابقيتش عاقل. ولكن تشاينا تاون يعتبر من اهم السيناريو اللي تكتب في امريكا، و تكلم فيه بامعان وبتمعن وبايجاز المعلم الثاني سيد فيلد، وقال بان هاد البارادايم اللي كنتكلموا عليه راه طبقوه، كي طابق نيشان الفيلم ديال تشاينا تاون، انه فيه بدايه وسط ونهايه. فيه الحدث المستفز، شنو هو الحدث الحدث المهم اللي كيغير الشخصيه ديال ديتكتيف بريفي جاك نيكلسون في تشاينا تاون؟ هو عندما كيلقى بان كيلقى بعد اولا الملاك لانجينيور كيتلقى جريمه قتل. بعد كيبغي يعرف جاك نيكلسون اشنو وقع لهاد الجثه، هاد السيد اللي تقتل. ولكن تلقى واحد المحنه والحواجز وصراع ضد واحد القوه خفيه في لوس انجلوس. ما كنهضروش حنا، انا كنتمنى تشوفوه، هو فيلم كازابلانكا اللي نعتبره من اهم السيناريو اللي تكتب اعتقد في امريكا، زائد الفيلم ديال داراباوت، فيلم فرانك داراباوت هو ديال ليزيفادي كيلكو شوز باللغه الانجليزيه، هو شوشانك بريزن اند ريتا هيثوورث، وهو فيلم بازي على واحد لادابتاسيون ديال جون كينغ. جون كينغ من اهم كتاب الامريكيين اللي استفدت منه الصناعه السينما الامريكيه. دونك